السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نشتغل مع بعض موضوع مهم في مادة رياضة البحث المتقدمة لطلبة دبلوم الطرق الكمية الفرقة الأولى. معاكم دكتور وحيد أحمد ماهر. الموضوع النهاردة بعنوان المصفوفات. في البداية لازم نعرف يعني إيه مصفوفة. المصفوفة هي مجموعة عناصر مرتبة في شكل صفوف وأعمدة وموضوعة داخل قوسين. فمثلا عندي المصفوفة ألف اللي بسميها ألف وفيها عناصر 2 3 1 5. دي تعتبر مصفوفة مكونة من صفين ومن عمودين. العنصر الأولاني اللي هو 2 ده العنصر موجود من تقاطع الصف الأول مع العمود الأول. العنصر 3 ده هيبقى من تقاطع الصف الأول مع العمود الثاني. العنصر 1 اللي هو من تقاطع الصف الثاني مع العمود الأول، والعنصر الأخير هو 5 اللي هو من تقاطع الصف الثاني مع العمود الثاني. عندي في المصفوفات عدة أنواع. في عندي مصفوفة مربعة، ودي المصفوفة هي اللي تتساوى فيها عدد الصفوف مع عدد الأعمدة، يعني فيها لا إما صفين وعمودين أو 3 صفوف وثلاث أعمدة أو 4 صفوف وأربع أعمدة. طيب النوع الثاني اللي هو المصفوفة المستطيلة، دي مصفوفة عدد صفوفها لا يتساوى مع عدد أعمدتها، فمثلا ممكن نلاقيها صفين وثلاث أعمدة، ممكن نلاقيها عمودين وأربع صفوف، طبعا هنا الصفوف لا تتساوى مع الأعمدة. في عندنا كمان مصفوفة الوحدة، دي مصفوفة بتبقى مصفوفة مربعة في البداية. يعني إيه مصفوفة مربعة؟ يعني لازم يكون عدد صفوفها قد عدد أعمدتها زي ما إحنا قلنا قديم من شوية، بس وجميع العناصر بتاعتها تبقى صفر ما عدا عناصر القطر الرئيسي، هيبقى بدل الصفر هيبقى الواحد الصحيح، يبقى مصفوفة مربعة. جميع الأرقام بتاعتها بصفر ما عدا القطر الرئيسي بيبقى عناصره عبارة عن واحد. طب في كمان مصفوفة صفرية، هي دي مصفوفة جميع عناصرها أصفار، سواء كانت طبعا مصفوفة مربعة أو مصفوفة غير مربعة. في كمان عندي متجه الصف، هي مصفوفة تحتوي على صف واحد وعدة أعمدة، وزيها بالظبط لو عندي متجه العمود يبقى مصفوفة بتحتوي على عمود واحد وعدة صفوف. عندي كمان المصفوفة المحورة أو المستبدلة، من اسمها هي دي مصفوفة ناتجة من تحويل الصفوف بتاعة المصفوفة الأصلية إلى أعمدتها. يعني أنا مسكت الصفوف بتاعة كل مصفوفة حولتها من صفوف إلى أعمدة، وبالتالي يبقى الأعمدة بتاعتها اتحولت إلى صفوف. المصفوفة اللي هي الناتجة دي إحنا بنسميها مصفوفة محورة أو مصفوفة مستبدلة. كمان عندي نوع مهم جدا من المصفوفات هو مصفوفة المرافقات، ودي مصفوفة مربعة. بتيجي ازاي؟ بتيجي بالحصول على مرافق كل عنصر. طب المرافق ده بجيبه ازاي؟ عن طريق شطب الصف والعمود الواقع بهما هذا العنصر، وما تبقى يعتبر المرافق له. عندي بعض العمليات على المصفوفات زي جمع وطرح المصفوفات وضرب المصفوفات ومعكوس المصفوفة. في البداية جمع وطرح المصفوفات، هل ينفع ان انا اجمع او اطرح اي مصفوفتين من بعض؟ في البداية بقولك لا، لازم يتوافر شرط معين. ايه هو الشرط ده؟ ان عدد صفوف المصفوفة الاولانية لازم يتساوى مع عدد صفوف المصفوفة الثانية، وعدد اعمدة المصفوفة الاولى لازم يتساوى مع عدد اعمدة المصفوفة الثانية. طب لو انا عاوز اضرب المصفوفات، عندي ممكن اضرب المصفوفة في رقم ثابت او مقدار ثابت، وفي الحالة دي بضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في هذا المقدار الثابت. طب لو انا عاوز اضرب المصفوفة في مصفوفة اخرى، يجب توافر شرط اساسي، وهو ان تكون عدد اعمدة المصفوفة الاولى يساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية. عدد اعمدة المصفوفة الاولى يتساوى مع عدد صفوف المصفوفة الثانية. طب يتم عملية الضرب ازاي؟ ان انا بضرب عناصر صف المصفوفة الاولى في عناصر عمود المصفوفة الثانية، ويتم الجمع الناتج في كل مرة. طب احنا اخدنا الجمع والطرح والضرب، حد يقول لي طب والقسمة، ما هي دي العمليات الاساسية او العمليات الحسابية الاساسية. هنا في المصفوفات مفيش مصطلح القسمة، والبديل بتاعه هو مصطلح معكوس المصفوفة. طب ازاي اجيب معكوس المصفوفة؟ بقولك بتجيب معكوس المصفوفة عن طريق رقم واحد ايجاد قيمة محدد المصفوفة، رقم اتنين ايجاد مصفوفة المرافقات مع مراعاة قاعدة الاشارات
اللي هي قدام حضراتكم اللي هي موجب سالب سالب موجب. رقم 3 تحويل المصفوفة السابقة. رقم 4 إيجاد المعكوس عن طريق قسمة مصفوفة المرافقات المحورة على الخطوة الأولى اللي هي قيمة محدد المصفوف. طبعا الاستخدام الأساسي للمصفوفات زي ما أوضحنا قبل كده في المحددات، الاستخدام الأساسي لهما هو حل المعادلات الخطية. طب إزاي أحل معادلات باستخدام المصفوفات؟ عن طريق 4 خطوات. كل خطوات دي كل خطوة منهم إحنا بنجيب حاجة جبناها أو شرحناها قبل كده. يعني أول حاجة هنجيب مصفوفة المعاملات. طب رقم 2 بنجيب عمود الثوابت. رقم 3 بجيب معكوس مصفوفة المعاملات. طب المعكوس بالخطوات اللي أنا لسه قايلها في السلايد السابق. آخر خطوة بحصل على الحاجة المجهولة اللي هو س وصاد باستخدام المعادلة الآتية، إن أنا باخد الخطوة الثالثة اللي هي معكوس مصفوفة المعاملات وأضربها في الخطوة الثانية اللي هي مصفوفة الثوابت، فنحصل على مصفوفة جديدة اللي هي مصفوفة المجاهيل أو هي قيم س وصاد المجهول. أرجو إن أنتوا تكونوا استفدتوا من موضوع النهاردة، مع خالص تمنياتي بالتوفيق والنجاح.